بقول لكم ايه، ما بدل ما اقعد املي الدنيا ده أيوة. ما نشوف التقرير على طول. انا رايي كده يا كريم. يلا بينا يا حضرات اتفضل. مساء الخير من محافظة القاهرة وبالتحديد منطقة السيدة زينب اللي دايما بنشوف فيها احتفالات وأجواء رمضانية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. يعني الأجواء دي اتحرمنا منها السنة اللي فاتت لظروف كورونا، ولكن الحمد لله موجودين السنة دي عشان نرصد لكم ردود الأفعال والأجواء الرمضانية الجميلة اللي دايما متعودين عليها. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسلامة ورمضان كريم. اهلا بيك وبالنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. النادي الاهلي العظيم طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والنادي الاهلي كله بخير. السنه دي اجواء رمضان يعني زي ما انت شايف، الدنيا كويسه الى حد ما عن السنه اللي فاتت. احنا اتحرمنا من الاجواء ديت، فالسنه دي انا متعود كل سنه اصلا باجي اجيب من هنا فوانيس والحاجات اللي هي تخص الكرنفال العظيم دوت. ففرحان جدا يعني ان انا موجود السنه دي. السنه اللي فاتت ما كانش فيه. اكتر حاجه عليها اقبال السنه دي هي الفوانيس، والفوانيس اللي بتاعتنا احنا اللي هي الطراز القديم المصري دي. انا اكتر حاجه شايف ان الناس رايحه لها، خصوصا ان احنا خلاص بقى موضوع الصين والقصه ديت ما جاش حاويات او كده، فالناس بتروح للحاجه دي. لا، اجواء رمضان السنه دي احنا حاسين بيها من السنه اللي فاتت. الله يعني الحمد لله، ولله الحمد ان احنا كمصريين يعني طلعنا من الازمه اللي احنا فيها دي. اما السنه دي لا، شهر رمضان ليه بهجه زي ما انت شايف، والاقبال حلو والتمام التمام، والاسعار برضه حلوه مقابل للجميع يعني للفقير وللغني. اجواء السنه الحمد لله احسن من السنه اللي فاتت بكتير. بدانا نتعايش مع جو الكورونا، الدنيا السنه دي افتح، الفوانيس السيده للمطاعم. لا، الاجواء السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص يعني. لا، اسعار ياميش انا ممكن ما كنتش عارفها قوي، لكن اسعار الفوانيس شايفها مناسبه يعني زي السنين اللي فاتوا، خصوصا ان الانتاج الصيني بدا يقل شويه، والفوانيس بتاعتنا بتاعت زمان دي بدات ترجع، وصناعتها بدات ترجع احسن من السنين اللي فاتت. وكل حاجه السنه دي مختلفه بالصلاه على النبي. ليه بقى؟ الناس دلوقتي بقت تنزل كتير غير الاول. اول فاهم موضوع الكورونا والكلام ده كله كان مبوظ الناس، والناس مخنوقه وتعبانه، فلما الناس صدقت دلوقتي ايه تنزل الشارع. عاوز اشوف برضو فاهم رمضان بتاع جو رمضان جميل. اجواء طبعا حلوه جدا وروحانيات جميله، كنا مش قايلين لها سنه بحالها ما بنشوفهاش. الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي والكورونا خفت شويه بسيطه. حاجه حلوه خالص طبعا اتحرمنا منها السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان كورونا طبعا والازمات دي، وكانش حد بيطلع كتير، فكانت بالنسبة لنا حاجة وحشة طبعاً. السنة دي يعني شوية بدأنا نرجع لأيام زمان وكده، والأيام اللي اتحرمنا منها. هو في تقبل على الفوانيس، بس الصاج اللي هو الصناعة المصرية مش من المستورد. هو الاستورد نعم، وقفوا الاستورد حضرتك. المستورد ده كله ده كان متخزن، بس التقبل اللي جاي السنة دي غير السنة اللي فاتت خالص. جاي على عشان كانت حالات كورونا كانت لسه مستجدة، فكانت الناس خايفة تنزل من بيوتها. فبصراحة كانت سنة ربنا لا يعودها يعني. يمكن احنا اتكلمنا في النقطه دي على فكره في 10 الصبح في الاهلي اخر حلقه، لما قلنا العيد او يعني الاحتفال السنه دي برمضان مختلف، تحس ان الدنيا ابتدت ترجع واحده واحده نسبيا طبعا لازم نخلي بالنا كويس جدا، بس في بقى طمانينه اكتر من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يمكن بنسبه كبيره وبنسبه 80% ما حدش كان بيزور اهله، كانت العزومات قليله جدا، وده كان في منتهى الصح. لكن اعتقد السنه دي يعني رمضان هيكون مختلف شويه، بس برضه نخلي بالنا. بس روح رمضان رجعت، انا حاسه ان السنة دي حاسين برمضان فعلا. قبل كده بصراحة كان الموضوع صعب.